السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة ثانوية عامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مراجعة الجرامير. النهاردة إن شاء الله هنشرح زمن الباسي كومبوزي، ونركز بقى علشان الباسي كومبوزي بالذات لازم يجي لك في امتحان ثانوية عامة إن شاء الله جملة منه في الجرامير. طيب قبل ما نقول إزاي بنصرف أي فعل عندنا في زمن الباسي كومبوزي، تعالوا الأول نتعرف على الكلمات الدالة على زمن الماضي المركب أو الباسي كومبوزي. إيه الكلمة لو شفتها في الجملة هعرف ان انا لازم اصرف في زمن الماضي المركب؟ اول كلمه اسمها اير بمعنى امس او امبارح، افون اير اول امبارح. كلمه اسمها باسي بمعنى الماضي، يقول لك مثلا لا سيمين باسي، لو موا باسي الشهر الماضي، لاني باسي السنه الماضيه. كلمه درني بمعنى اللي فات، برضو مثلا لو موا درني الشهر اللي فات. كلمه اليا اللي لوحدها معناها يوجد، لكن لو جه وراها فترة زمنية يبقى كلها على بعضيها معناها منذ 3 دقائق، منذ 10 سنين، يبقى اليا زائد فترة زمنية، ده كلمة تدل على زمن الباسي كومبوزي. ممكن كمان يقول لي سو ماتا هذا الصباح، انت مثلا بالليل وبتتكلم على حاجة حصلت الصبح فتقول هذا الصباح انا عملت كذا. طيب يبقى عرفنا دلوقتي الكلمات الدالة على الباسي كومبوزي، تعال بقى نشرح ازاي اصرف باسي كومبوزي. او الباسي كومبوزي عبارة عن مساعد فرب أفوار في المضارع أو فرب أتر في المضارع زائد حاجة اسمها اسم مفعول. تعال الأول نشوف إيه الأفعال اللي بتاخد مساعد أفوار في المضارع وإيه الأفعال اللي بتاخد مساعد أتر في المضارع. احنا كنا شرحنا الفيديو اللي فات زمن الفوتشي بروش، وقلنا ده بياخد مساعد اللي في المضارع، والفعل اللي أنا بصرفه بسيبه في مصدره زي ما هو. وخدنا كمان الباسي ريسون الماضي القريب، وده كان المساعد بتاعه فيرب فينير في المضارع زائد حرف جر دو، والفعل اللي كنت بصرفه كنت برضو بسيبه في مصدره زي ما هو. لكن في الباسي كومبوزي الفعل مش هسيبه في مصدره، هحوله لحاجة اسمها اسم مفعول. طيب وزي ما قلنا في أفعال بتاخد مساعد أفوار وفي أفعال بتاخد مساعد أتر. طب مين بياخد أفوار ومين بياخد أتر؟ كل أفعال اللغة الفرنسية بتاخد فيرب أفوار ما عدا الأفعال الآتية اللي انت شايفها باللون الاصفر دي، اللي في كتاب الوزارة بيقول عليهم 14 فعل زائد اي فعل ذو ضميرين، بس هم مش 14 بس، هم اكتر من كده. عشان بس اللي بيقولك الملكية الفكرية عايز اقول له فكرية بتاعتكو خربانة واحنا جايين نزودها مش ناخد منها حاجة. دول ال 14 فعل اللي موجودين في كتاب الوزاره، وهقولك على طريقه ظريفه دلوقتي عشان تحفظهم معايا. ودول الافعال اللي مش موجوده في كتاب الوزاره، رغم ان منهم 3 مهمين جدا لازم انت تكون عارفهم: رونتري بمعنى يعود، ريفونير بمعنى يعود، ديفونير بمعنى يصبح، لان الافعال دي اصلا موجوده عندك في منهج بتاع ثانويه عامه، موجود من سنه اولى لغايه سنه ثالثه. لكن هو حط ال 14 دول بس وقال لك هم دول اللي بياخدوا مساعد أتر. طيب تعال بقى نحفظهم مع بعض. الطريقة اللي هنحفظ بيها ال 14 فعل أنا مسميها كله رايح، طريقة كله رايح. يعني كله رايح؟ إيه أول حاجة بتحصل للبني آدمين في الحياة؟ إنه بيتولد فيرب ناتر، بس في الآخر كله رايح، مرير، بيموت، يبقى عكس يتولد يموت. أدي أول فعلين في ال 14 اللي بياخدوا مساعد أتر. طيب اتولد يعني ديساندر من بطن ماما، نزل من بطن ماما يبقى اتولد، أو لقدر الله سقط طمبي يسقط، الاتنين تقريبا بنفس المعنى. طيب عكس ينزل ايه؟ يصعد مونتي، كله رايح هيصعد إلى بارئه. طيب بما انه اتولد يعني أتى إلى الدنيا، فينير يعني يأتي، طب عكس يأتي إيه؟ يذهب، علي ذهب إلى خالق، كله رايح. طيب أتى إلى الدنيا يعني وصل الدنيا، عريفي يوصل، طب عكس يوصل إيه؟ يغادر، بارتير، رحل من الدنيا، كله رايح. طيب أنتري يدخل، ما هو وصل الدنيا وأتى للدنيا يعني دخل دنيا، طيب وفي الآخر لازم هيخرج منها، سارتير، كله رايح. هيظل في الدنيا فربرستي، وحيمر بحاجات كتير جدا بس، لكن برضو في الاخر
هيعود إلى خالقه، ريتورني كله رايح. آدي الـ14 فعل، طريقة كله رايح. أظن لو ذاكرناها بالطريقة دي عمرنا ما هننساها. كل اللي على الشمال ده عكسه اللي على اليمين، ده وصل الدنيا وده غادر الدنيا كله رايح. كمان يا شباب، أي فعل ذو ضميرين يعني قبله كلمة سو لازم ياخد مساعد أتر زيه زي الـ14 دول، لأن الفعل ذو ضميرين هو الفعل اللي أنا بعمله في نفسي، مش محتاج مفعول، أنا الفاعل والمفعول في نفس الوقت. يعني مثلا سو لوفي يصحى، سو كوشي ينام، سو دوشي يستحمى، أنا ما عملتش حاجة في حد، عملت ده في نفسي. يبقى الأفعال الذو ضميرين اللي قبليها كلمة سو برضه لازم تاخد مساعد أتر زي الـ14 اللي قلناهم عن دلوقتي، بتوع كله رايح. طيب الـ14 اللي بياخدوا مساعد أتر وأي فعل ذو ضميرين كمان بيتحط في الآخر حاجة اسمها تبعية، بتتحط في اسم المفعول، وهنقول كمان شوية إيه هي التبعية دي. لما بيكون الفعل اللي عندي مفرد مؤنث بحط في اسم المفعول تبعية، بزود حرف أ. لما يكون الفعل عندي جمع مذكر بحط في اسم المفعول تبعية حرف أس. لما بيكون الفاعل اللي عندي جمع مؤنث بحط في اسم المفعول تبعية أ وأس. طيب تعال نشوف بقى ايه هو اسم المفعول ده، ازاي اجيب اسم المفعول. قال لي عشان تيجي تصرف اي فعل مجموعة اولى في زمن الباسي كومبوزي، مجموعة اولى يعني اخره ار، الاول تجيب له اسم المفعول بتاعه. اي فعل مجموعة اولى عايز تجيب اسم المفعول بتاعه، شيل الاو ار اللي هي نهاية المجموعة الاولى دي وحط بدالها او عليها اكسون اي بي، كده يبقى انت جبت اسم المفعول. طيب يبقى باغلي مجموعة اولى جبت اسم المفعول بتاعه، يبقى بارلي اخرها او عليها اكسون كي. طيب هل فيرب بارلي ده بمعنى يتحدث لما اجي اصرفه في الباسي كومبوزي واقول انا تحدثت، هل هو من الـ14 اللي احنا قريناهم من شويه مع بعض بتوع كله رايح؟ لا، مش من ضمنهم. يبقى لازم ياخد مساعد ايه؟ لازم ياخد مساعد افوار. علشان كده فيرب بارلي لما حاجه اصرفه في الباسي كومبوزي هقول جي بارلي، أنا تحدثت. حطيت مساعد أفوار في المضارع اللي لازم نكون مذاكرينه كويس، وبعد كده حطيت جنبيها اسم المفعول، يبقى أنا تحدثت. طيب أنت تحدثت tu as parlé، أهو مساعد أفوار قدام tu يبقى أس، وأدي اسم المفعول parlé. طب قدام il و elle و on التلاتة تملي تصريفهم زي بعض، a parlé ادي المساعد فيرب افوار قدام ايل وقال واه يبقى اه، وادي اسم مفعول بارلي. طب قدام نو فيرب افوار يبقى نو زافون، ادي اسم المفعول، ادي المساعد سوري، وادي بارلي اسم المفعول، يبقى نحن تحدثنا. طب قدام فو بمعنى انتم او حضرتك او حضرتك، فو للاحترام او للجمع، يبقى فو زافي بارلي، حضرتك تحدثت او انتم تحدثتم، ادي اسم ادي المساعد فيرب افوار، وادي اسم المفعول بارلي. طب قدام إيل افاك اس وإل افاك اس، هم وهن، يبقى اون بارلي، ادي المساعد فيرب افوار اون او ان تي، وادي اسم المفعول بارلي، يبقى هم تحدثوا هن تحدثن. طيب لما يكون بقى الفعل مجموعة تانية يا شباب، ومن أهم أفعال المجموعة التانية فيرب فينير، كلنا عارفين أفعال المجموعة التانية اللي تنتهي بـ ER، لما عاوز اجيب اسم المفعول بتاعها بحذف بس حرف الار اللي في الاخر، يبقى فيني. يبقى اي فعل مجموعه تانية عايز اجيب اسم المفعول بتاعه بشيل الار اللي في الاخر بس، يبقى فيني. طيب يبقى لما اجي اصرفه بقى في الباسي كومبوزي، انا خلاص جبت اسم المفعول، اشوف بقى فيرب فينير ده هل هو من الـ14 بتوع كله رايح؟ لا، مش منهم. يبقى مش هياخد مساعد اتر، هياخد مساعد افوار. يبقى لما اقول انا خلصت او انا نهيت، يبقى جي فيني، ادي المساعد هنا فيرب افوار، وادي فيني اسم المفعول. طيب انت خلصت تشيا فيني، هو وهي وان ا فيني، نو نو زافون فيني، احنا خلصنا، فو فو زافي فيني، انتوا خلصتوا، اي لافاك اس ولا فاك اس اون فيني، هما وهن خلصوا. طيب اسم المفعول بقى بتاع المجموعه الثالثه ده شاذ يا شباب ولازم يتحفظ، بس انت هتلاقي اغلبه بينتهي بحرف U
او بينتهي بحرف اي، يعني مثلا ديساندر تبقى ديساندو، ريبوندر ريبوندو، وهكذا. اغلبه اخره حرف اي. انت طبعا في الامتحان هتروح تختار من الاختيارات، فانت مش محتاج ان انت تقعد تحفظ قوي كل فعل اسم مفعول بتاعه اسمه ايه. طيب تعالى بقى نشوف، لما اجي اصرف فعل من المجموعه الثالثه اللي هي المجموعه الشاذه دي وعايز اصرفه في زمن الباسي كومبوزي، مثلا فيرب نتر بمعنى يولد، اللي هو اصلا من ال 14 بتوع كله رايح، قلنا ده هياخد مساعد ايه؟ لازم ياخد مساعد اتر. طيب وكمان اجيب اسم المفعول بتاعه، وكمان بيتحط له في الاخر تبعيه. التبعيه ما بتتحطش غير للافعال ال 14 اللي هم بتوع كله رايح او اي فعل ذو ضمرين قبله كلمه سو. يبقى لما اجي اقول انا اتولدت، جو سويني، ادي سوي ده فيرب اتر كمساعد قدام جو، لازم اكون حافظه برضو تصريف فيرب اتر في المضارع. جو سوي ني، انا اتولدت. ني ده اسم المفعول لفيرب ناتر اللي كان موجود في الافعال الشاذة تبع المجموعة التالتة. طيب انت اتولدت، يبقى تشييني، ادي مساعد اتر قدام تشي، يبقى تشيي اس، وادي اسم المفعول. طيب هو اتولد، يبقى ايليني، ادي مساعد فيرب اتر، وادي ني. طب اون احنا، اللي تملي بتساوي ايه اللي عند التصريف، وهنا بقى هفرق. اه هنا لا تساوي ال يا شباب، هنا اه لا تساوي الا ال، هعتبرها مفرد مذكر عشان لو جاب لي جملة في الامتحان وقال لي احنا اتولدنا، اه ني ني احنا اتولدنا، هصرف فيرب ناتر قدام اه كأني شايف ال بالظبط، كأني شايف هو. الا لو هو في الامتحان محدد لي اون ده مين، يعني مثلا ممكن يقول لي علي اموا، فهو كده حدد لي ان احنا كده انا وعلي يبقى جمع مذكر، ساعتها ان هي احط لها تبعيه اس لجمع مذكر. لكن لو كاتب اون بس من غير ما يحدد مين هو اون، احط ني كده من غير اي تبعيه. طيب تعالى بقى نشوف لما هي تكون اتولدت، ال اللي هي مفرد مؤنث، اتولدت ايني، ادي المساعد فيرب اتر، ما ننساش مهيز بقى الصيام. طيب ادي المساعد فيرب اتر، وادي ني اسم المفعول، احط له تبعيه او لان الفاعل هنا مفرد مؤنث. طيب احنا اتولدنا، يبقى نو صومني، ادي المساعد فيرب اتر، نو قدامها اتر يبقى صوم، وادي اسم المفعول ني، لازم احط له تبعيه اس. طيب انتوا اتولدتوا، فوزات ني، خلي بالك بقى عشان فو ممكن تكون للجمع وممكن تكون للاحترام. قالك لو بتحترم راجل كبير او المسيو مثلا وتساله انت اتولدت امتى، يبقى فوزات ني كون، فوزات ني. هنا ني بقى عشان بكلم راجل مش هحط لها تبعيه خالص. لكن لو انا بكلم سيده وبقول لها حضرتك اتولدتي، يبقى فوزات ني، فوزات هي هي مش هتختلف، الفرق بس في ني احط لها تبعيه اسم المفعول، احط لها هنا تبعيه او لان بكلم واحده سيده كبيره، يبقى احط او مفرد مؤنث. لكن لو بكلم جامعه بقى، بكلم ناس كتير وكلهم ذكور، يبقى ني اتولدت احط لها اس جمع مذكر. طب بكلم جمع مؤنث وبقول انتوا اتولدتوا يا بنات، يبقى ني احط لها تبعيه او واس. طيب نكمل تصريف فعل نتر بمعنى يولد، عايز اقول هم اتولدوا، يبقى ايل صوني، ادي المساعد فيرب اتر قدام ايل افك اس، وادي ني احط لها تبعيه اس عشان الفاعل هنا ايل افك اس جمع مذكر. طيب هن اتولدنا، ايل افك اس، صوني اتولدوا، ادي المساعد فيرب اتر، وادي اتولدوا، ني اسم المفعول يتحط له تبعيه او اس. طيب تعالى بقى نصرف فعل ذو ضميرين من اللي قبله سو، اللي انا قلت زيه زي ال 14 بتوع كل رايح اللي لازم يتحط لهم مساعد اتر مش افوار. طيب فيرب زي ده مثلا سو كوشي بمعنى ينام، عايز اصرفه في الباسي كومبوزي واقول امبارح انا نمت متاخر، انا نمت. طيب تملي تصريف السو قدام جو اسمها مو، تملي سو قدام جو اسمها مو، مهما كان الزمن اللي انا بصرف فيه، مضارع مستقبل ماضي، تصريف السو قدام جو ثابت اسمه مو.
طيب بعد كده احط المساعد فيرب اتر يبقى جو مو سوي، وبعد كده احط اسم المفعول كوشي، ده كان مجموعة اولى شلت او ار حطيت او اكسون ايجو، يبقى جو مو سوي كوشي انا نمت. طيب انت نمت، تو ادي الفاعل والسو قدام تو تملي تبقى تو عكس مو تو، بس جيت احط تو فوجئت بعديها ان المساعد فيرب اتر اللي انا مصرفه في المضارع قدام تو بيبدأ بحرف متحرك، فاضطريت اشيل الاو بتاع تو واحط ابوستروف، وادي اسم المفعول كوشي يبقى تو تي كوشي انت نمت. طيب هو نام، تصريف السو قدام ال بيفضل سو، طيب يبقى السو قدام ال تفضل سو، وبعد كده المساعد فيرب اتر ادي او اس تي بتبدأ بحرف متحرك، فاضطريت برضه اشيل الاو بتاعت سو واحط ابوستروف، وادي اسم المفعول كوشي يبقى ال سي كوشي هو نام. طب هي نامت، نفس الحكاية السو قدام ال زي قدام ال بتفضل سو، وفرب اتر في المضارع قدام ال زي ال او اس تي، فاضطريت برضه اشيل الاو واحط ابوستروف، بس هنا بقى الزيادة في تبعية لان الفاعل هنا المفرد مؤنث، حطيت له تبعية له التأنيث عشان هي نامت. هي نامت، التبعية دي يا شباب هي تاء التأنيث في اللغة العربية، الأو دي بتعتبرها تاء التأنيث نامت، لكن هنا نام ما كانش فيه تبعية. طيب احنا نمنا، السو قدام نو تملي اسمه ايه؟ ايوه اسمه نو، تصريف سو قدام نو بيبقى نو. وبعد كده ما نساش بقى المساعد، المساعد هنا فيرب اتر يبقى صم قدام نو، وادي اسم المفعول نو جمع، فحطيت تبعية اس لجمع. طب قدام فو، السو قدام فو بتبقى فو، وادي المساعد فيرب اتر يبقى ذات، وادي اسم المفعول وهحط التبعية بقى حسب فو في الجملة هو مين، فو لو معناها انتم جمع مذكر يبقى كوشي دي احط لها تبعية اس، لو معناها انتن جمع مؤنث يبقى احط تبعية او اس، لو بكلم راجل وبكلمه بالاحترام يبقى فو فو ذات كوشي هنا مش هحط تبعية خالص، بكلم سيدة وبقول لها حضرتك نمتي يبقى فو فو ذات كوشي ساعتها احط لها تبعية او للتأنيث. طيب هيبان لي طبعا في الجملة انا بكلم مين، وهنشوف ده احنا بنحل. طيب هنا بقى واضح الفاعل إلى بكأس، هم نامو، السو قدام إلى بكأس تصريفها اسمه سو، ومساعد فيرب اتر قدام إلى بكأس يبقى سون، وادي اسم المفعول كوشي احط له طبعا تبعية اس لانه واضح ان هنا الكلام على جمع مذكر. طيب هنا بقى الافك اس هن نامو، السو قدام الافك اس برضه بتفضل سو، وادي مساعد فيرب اتر يبقى سون، وادي التبعية او اسم المفعول لازم يتحط له تبعية او واس لان الفاعل الافك اس. يبقى التبعية يا شباب بتتحط لل 14 فعل او اي فعل ذو ضميرين اللي بياخدوا مساعد اتر، عشان بص احنا هنا ايه لما كان معانا المساعد افوار اسم المفعول ما كانش فيه تبعية خالص، بخليه كانت ثابتة اهي مع كل الضماير مفيش تبعية، يبقى التبعية بتتحط لمين؟ لل 14 فعل بس بتوع كل رايح زائد أي فعل ذو ضميرين، يعني اللي بياخده مساعد أتر، أي فعل بياخد مساعد أفوار ما بحطلوش تبعية أصلا. طيب لما أجي أنفي بقى جملة متصرفة في زمن الباسي كومبوزي بحط النو والبافين بيتحطوا قبل وبعد المساعد، طب يعني إيه الكلام ده؟ تعالى مثلا نشوف مثلا مثال، لو انا جيت قلت جو مانج دو فرماج انا باكل جبنه، كده انا مصرف فيرب مانجي في زمن بريزون عادي، عايز انفي الجمله بحط نو با قبل وبعد الفعل، يبقى جو نو مانج با دو فرماج انا ما باكلش جبنه، كده نفيت الجمله. طيب هنا بقى جو في مانجي دو فرماج انا راح اكل جبنه، هنا صرفت فيرب مانجي في زمن الفوتشي بروش، حطيت قبله مساعد فيرب عليه في المضارع والفعل نفسه بسيبه في مصدره زي ما هو. طب لما اجي انفيه واقول انا مش راح اكل، اي جو نو في با مانجي دو فرماج، برضه النو والبا اتحطوا قبله وبعد المساعد اللي هو فيرب عليه في المضارع. طب في زمن الباسي ريسون جو فيان دو مانجي دو فرماج انا لسه يا دوب واكل جبنه، الباسي ريسون المساعد بيبقى فيرب فونير في المضارع زائد حرف جر دو والفعل بسيبه في مصدره
مونجي اهي في مصدرها، عايز انفي برضو النو با قبل وبعد المساعد، يبقى نو جو نو فيان با دو مونجي دو فروماج. طيب في الباسي كومبوزي بقى، جي مونجي دو فروماج، انا اكلت جبنه. هنا بقى مونجي مش هيتصف مصدره زي في الفوتيو براش والباسي ريسون، بجيب اسم المفعول بشيله ار وبحط اكسون ايجو، وده مش من ال 14 ولا هو فعل ذو ضميرين، فعشان كده واخد مساعد افوار. يبقى جي مونجي انا اكلت دو فروماج جبنه. عايز فيها بقى النو با بتوع النفي يتحطوا فين؟ قال لي قبله وبعد المساعد برضو اللي هو هنا فيرب افوار، بس جيت احط نو لقيت متحرك شلت الاو وحطيت ابوستروف، وادي بعديها با، يبقى كده نفيت. يبقى جو ني با مونجي، انا ما اكلتش جبنه. في الاستفهام نفس الحكايه، لما كنت بستفهم في زمن المضارع استفهام بسيط tu manges du fromage، دي اللهجة أو المية، كان ممكن كمان بطريقة تانية بمعنى هل، بقدم الفعل على الفعل وبينهم شرطة، يبقى أقول manges tu du fromage. طيب هنا طبعا ناقص أس عشان قدام tu، حكاية صيام عم نعمله. طيب تعالى بقى هنا في الباسي كومبوزي، tu as mangé du fromage، أنت أكلت جبنة. هنا سؤال اللهجة أو العامية العادية، أنت أكلت جبنة؟ طيب لما تيجي تقدم بقى الفعل على الفعل وبينه شرطة، هنا بتقدم المساعد as-tu mangé، هل أنت أكلت دي فروماج؟ يبقى أنا تملي لما باجي أنفي أو بستفهم بلعب على المساعد، ما بلعبش على اسم المفعول نفسه، ماليش دعوة بالفعل، أنا بلعب على المساعد بتاعه، سواء كان بقى المساعد أفوار أو أتر، هو ده اللي هيتنفي وهو اللي هسأل بيه استفهام بسيط. طيب يبقى لما كان في المضارع يا شباب البريزون النو والبا بيتحطوا قبل وبعد الفعل نفسه، لأن في المضارع مفيش مساعد أصلا، تصريف المضارع مفيهوش مساعدين، الفعل نفسه بس هو اللي بيبقى موجود، حط قبله نو وبعده با. لكن في الفوتيو بروش عندنا مساعد فيرب علي، وفي الباسي ريسو عندنا مساعد فيرب فينير، وفي الباسي كومبوزي عندنا مساعد يا اما افوار يا اما اتر، هم دول اللي بيتنفوا بتحط قبلهم نو وبعديهم با. يلا بقى نحل كام جمله كده مع بعض. يير امبارح، طبعا دي كلمه تدل على الباسي كومبوزي. اليكس واندري، اليكس ولد واندري ولد، تار معناها متاخر. عايز يقول امبارح أليكس وأندري وصلوا متأخر، فيرب أريفي اللي هو من ال 14 بتوع كل رايح، هل ينفع إيه قدام أليكس وأندري؟ لا طبعا، المساعد هنا طبعا عرفنا خلاص إن هو أتر، طب تصريف فيرب أتر قدام أليكس وأندري اللي بيساووا على بعض إي لافاك أس، يبقى لازم يكون المساعد اسمه سون، سون تاريفي وصلوا، وهنا طبعا أريفي هتطلع تبعية أس عشان جمع مذكر، أي فعل من ال 14 لازم تحط له تبعية، بشوف الفاعل مين وأحط التبعية المناسبة ليه. الجملة التانية، إليا سانك مينوت، منذ خمس دقايق. جو فيان دو، هنا هو حاطط لي مساعد فيرب فينير زائد حرف جر دو، يبقى أنا كده ناقصني بعديها مصدر عشان أكون زمن اسمه الباسي ريسون الماضي القريب. طيب في هنا اجابتين فيهم مصدر سو لوفي ومو لوفي، اختار التانية ولا التالتة؟ هو مين الفاعل؟ جو. السو تملي تصرفه قدام جو اسمه مو، حتى لو انا محتاج الفعل نفسه يكون في مصدره، يبقى لازم اختار الاجابة التالتة، يبقى جو فيان دو مو لوفي. لما يكون الفعل ذو ضميرين يعني قبله سو، لازم السو تتصرف حسب الفاعل اللي عندك في الجملة، حتى لو انت محتاج الفعل نفسه في مصدره، يبقى الإجابة هي التالتة. ماسور أختي باغتير بالأرض لا سومان باسي، الأسبوع اللي فات. كلمة لا سومان باسي اللي محطوطة في نهاية الجملة عرفتني إن هو عايز زمن الباسي كومبوزي. الفاعل هنا مين؟ ماسور أختي، بتساوي إيه في الضمائر؟ بتساوي ال. يبقى لما أقول أختي سقطت، يبقى فيرب تومبي اللي هو من ال 14،
يبقى لازم يتحط له تبعية، يبقى الجماعية التانية، وده بياخد مساعد أتر، أتر قدام أختي اللي بتساوي ال يبقى اي، ودي طبي اسم المفعول محطوط له تبعية ال التأنيث. اه اللي بيساوي ال عند تصريف الأفعال، سو فيلاج هذه القرية ان 2014 في 2014. هنا 2014 دي حاجة بتدل على انه عايز زمن الماضي لان احنا في 2020، يبقى لازم اصرف باسي كومبوزي. طيب فيرب فيزيتي في الباسي كومبوزي قدام او كأنه قدام ال، المساعد فيرب افوار وفيزيتي ادي اسم المفعول بتاعها، وده واخد مساعد افوار عشان كده ما بياخدش تبعي. او نا فيزيتي احنا زورنا. طيب لو كان هنا بدل ان 2014 مثلا كتب 2021، 2021 يبقى ساعتها عايز زمن الفوتشي بروش المستقبل، يبقى ساعتها كنت هختار الإجابة التالتة، مصرف فيرب فيزيتي في زمن المستقبل، ساف فيزيتي في مصدره، واخد مساعد فيرب علي في المضارع، يبقى كده ده الفوتشي بروش. لكن هو بيقول لي 2014 يعني عايز ماضي، يبقى عايز باسي كومبوزي، يبقى الإجابة التانية. علي اللي بيساوي هو سي دوفوار واجباته يير امبارح امينوي في منتصف الليل. كلمة يير عرفتني انه عايز زمن باسي كومبوزي. مين في التلاتة دول باسي كومبوزي؟ الإجابة الأولى طبعا افيني، ادي المساعد افوار لأن فينير مش من الـ14، وادي فيني اسم المفعول لفيرب فينير. لو فيستيفال ديفير باسي المهرجان بتاع الشتاء الماضي، باسي معناها الماضي، ايفير معناها الشتاء، الكلمة دي عرفتني انه برضو عايز زمن الباسي كومبوزي. المهرجان بتاع الشتاء الماضي مانيفيك معناها رائع، عايز يقول كان رائع. كان يعني فيرب اتر لما يتصرف في الباسي كومبوزي اسم المفعول بتاعه كلمة ايتي، وده مش من الـ14 فبياخد مساعد افوار، يبقى ايتي معناها كان مانيفيك رائع. يير امبارح نوتر تونت عمتنا اللي بتساوي هي نو فوار تشوفنا الكسندري في الاسكندريه. مين الفاعل؟ نوتر تونت عمتنا اللي بتساوي ال. طيب عايز اقول اتت، يبقى انا الاولى ولا التانيه؟ طبعا التانيه لان فيرب فينير بمعنى ياتي من الـ14 اللي بياخدوا مساعد أتر، وكمان بيتحط لهم تبعية، وعمتي سيدة فلازم أحط لها تبعية أول التانيس. يا ماما هنا واحد بينده على أمه، يا ماما في علامة تعجب بعد ماما يبقى بينده عليها. يا ماما فو زات مي كون، حضرتك اتولدتي امتى؟ طيب فو زات هنا للاحترام مش للجمع، وهو بيسأل مامته، ومامته دي مفرد مؤنث، يبقى لما اقول اتولدتي انا اني اسم المفعول اللي فيه تبعيه قول التانيث، يعني الاجابه التانيه. لكن لو كان بيكلم سيدات كتير كنت اختار الاجابه التالته اللي فيها اه واس تبعيه لجمع تانيث. لو كان بيكلم راجل حتى لو كان بيحترمه وقال له فوزات، كنت اختار الاولى اللي ما فيهاش تبعيه خالص لان مفرد مذكر مش بيتحط له تبعيه. ال سي ريفيي تار، هي صحيت متأخر. هنا فيرب سو ريفيي بمعنى ينهض أو يصحى، لما بيتصرف في الباسي كومبوزي السو قدام ال تفضل سو، وهنا عشان فعل ذو ضميرين واخد مساعد أتر، وطبعا لازم كمان يتحط له تبعية، يبقى أنا أي اسم المفعول اللي جابت التانية اللي فيه تبعية أ لأن الفاعل ال. فو زات ألي أليكول، أنتم ذهبتم إلى المدرسة. ميفيس يا أبنائي، فيس هنا معناها ابن أو أبناء. أنا قلت قبل كده المفرد لما يجي الجمع ويكون آخره أس بيفضل زي ما هو، يبقى فيس دي معناها ابن أو أبناء. بس أنا عرفت هنا أنا معناها أبناء منين؟ من كلمة مي، ما قالش مو، أي المي صفة المكية بتاعت الجمع. فهو هنا بيكلم ولاده فبيقول لهم أنتوا ذهبتوا إلى المدرسة يا أبنائي ميفيس، طبعا ده كده جمع مذكر، يبقى ذهبته لازم يكون فيها تبعية اس جمع مذكر. يير امبارح جو سوي ريفوني، انا عدت على ميزون
إلى المنزل فاتيجي منهكة أو تعبانة. فاتيجي هنا فيها قيل التأنيث، فعرفنا إن اللي بيتكلم في الجملة بيقول أنا، دي واحدة ست، فبتقول je suis revenu، أنا عدت. verb revenir بمعنى يعود، من ضمن ال17، مش ال14 بقى، لأن هو مش حاططهم في ضمن ال14 في كتاب الوزارة. revenir بمعنى يعود، بيتحط له تبعية لأنه بياخد مساعد أتر، يبقى je suis revenu، أنا عدت، محطوط تبعية أهو، لأن عرفنا من كلمة فاتيجي إن اللي بتتكلم سيدة. il passé chez sa tante. verb passé من ضمن ال14، بس بشرط لما يكون معناه يمر. طب أنا أعرف منين passé معناه هنا يمر ولا يقضي؟ لما يكون verb passé بعده حرف جر، على طول كده تعرف إن passé هنا بمعنى يمر، فيعتبر من ضمن ال14، فلازم في الحالة دي ياخد مساعد أتر، يبقى إيليه باسي، هو مر شي ساتونت عند عمته. بص بقى الجملة اللي وراها، إيل باسي لا بال. إيه لا بال دي؟ الكرة، ده اسم، ده مش حرف جر، يبقى باسي هنا مش بمعنى يمر، لأ بمعنى يمرر، يبقى في الحالة دي مش هحط مساعد أتر، هيخرج من ضمن ال14، هيبقى فعل عادي فهياخد مساعد أفوار. يبقى إلى باسي هو مرر الكرة إلى الحارس أو جارديان. 14 برضو باسي، بس هنا وراها لو ويك أند، عطلة نهاية الأسبوع، ده اسم مش حرف جر، يبقى باسي هنا مش بمعنى يمر، يبقى ما ياخدش مساعد أتر، كده مش هيبقى من ضمن ال14. هنا كده معناه يقضي، يعني يعتبر فعل عادي، يعني ياخد مساعد أفوار. يبقى إلى باسي هو قضى لويك اند، عطلة نهاية الأسبوع، على كومباني في الريف. طيب رقم 15، باسي بقى هنا مش محطوط اسم المفعول أصلا، محطوطة مصدر، باسي هنا محطوطة في مصدره آخره إيه ار، يبقى كده لا عايز مساعد أتر ولا عايز مساعد أفوار ولا عايز باسي كومبوزي أصلا، ده هنا طلع عايز الفوتور بروش، فا باسي، لأن تكوين الفوتور بروش عبارة عن إيه؟ عبارة عن مصدر، بسيب الفعل في مصدره وبحط قبله مساعد فيرب اللي في المضارع قدام إيل، يبقى فا. دوما معناها غدا أو بكرة، مامير أمي، دي كورس تسوق. طيب الكلمة هنا الدالة بتقول لي إنه عايز زمن الفوتشي بروش، طيب الفاعل مين؟ مامير اللي بتساوي هي، يبقى فا فير راح تعمل دي كورس. علي دي جيدو إير. طيب هنا الفاعل اللي اسمه علي بيساوي هو، بعد النقط لقيت دي جيدو، جيدو لعبة الجودو، لعبة رياضية، ومحطوط قبليها أداة التجزئة. طيب طالما حط أداة التجزئة فبيقول لي الفعل اللي انت هتحطه في النقط لازم يكون فيرب ايه؟ لازم يكون فيرب فير، هو اللي لما بتكلم على الرياضة بحط وراه أدوات التجزئة، يبقى لازم الإجابة تكون هي الإجابة الأولى. طب ليه فير هنا متصرف في الباسي كومبوزي، محطوط مساعد فيرب افوار واسم مفعول لفيرب فير هو كلمة فيه، علشان الجملة فيها كلمة إير، أمس، فبيقول لي علي مارس أفي دي جيدو إير أمس. طيب منى اللي بتساوي هي، لو بوس بور ألي أو كلوب، منى تأخذ الأتوبيس لكي تذهب إلى النادي. طيب هل ينفع منى لما أقول تأخذ وصرف فيرب بروندر في المضارع يبقى آخرها أس والفاعل منى اللي بتساوي أل؟ لا ما ينفعش، يبقى الأولى مش هتنفع. طيب فيرب مونتي متصرف في المضارع وينفع قدام منى، بس ينفع أقول منى تصعد الأتوبيس؟ لا، أقول منى تصعد في الأتوبيس، بس مفيش فيه، مفيش حرف جر، يبقى التانية ما تنفعش. أتاري هو مصرف لي الجملة في الباسي كومبوزي وبيقول لي منى أخذت الأتوبيس، هنا فيرب بروندر اسم المفعول بتاعه من ضمن المجموعة الثالثة الشاذة، اسم المفعول لفيرب بروندر اسمها بغي، وده مش من ال14 ولا فعل ذو ضميرين، عشان كده واخد مساعد أفوار مش قادر، يبقى منى أخذت
ابغي الاتوبيس بور الي او كلوب. فو دي فريت، فريت معناها البطاطس المحمرة، وناخد بالنا قلنا قبل كده في نوتي دو اللي بيتكلم على اكل وشرب، اي اكل وشرب جمع يحط قبله اداة التجزئة دي. وبالمناسبة كل الاكلات والشرب الجمع لازم تكون جمع مؤنث. ما علينا، هنا حاطط اداة تجزئة دي، يبقى كده مش عايز افعال من التي تدل على المشاعر. مين هم الافعال اللي بتدل على المشاعر اللي ما بيتحطش وراهم ادوات تجزئة لكن كان بيتحط وراهم ادوات تعريف؟ هما فيرب ايمي، ادوري، بريفيري، ديتستي. طيب هنا في ايمي مش هتنفع طبعا، دي بتدل على المشاعر، وادي كمان بريفيري من ضمن الافعال اللي بتدل على المشاعر، يبقى انا غصب عني لازم اختار الاولى، هي الوحيده اللي نفعت لان الجمله فيها اداه تجزئه. يبقى لازم احط فعل اللي لازم يحط وراه اداه تجزئه عند الحديث عن الاغذيه. إير امبارح، عرفت الزمن ماضي، منى دي كافي قهوة، عايز يقول لي امبارح منى شربت قهوة. طب شربت يبقى ينفع الأولى، الأولى ده فيرب بوار في المضارع. طب شربت ينفع فابوار، ده كده فيرب بوار في المستقبل في تو بروش. هنا بيقول لي إير، يبقى عايز شربت يعني باسي كومبوزي، يبقى آ بي. بي ده هو اسم المفعول لفيرب بوار، وده مش من ضمن ال 14 عشان كده واخد مساعد افوار. mes enfants، اطفالي، ف جعانين، اطفالي جعانين، فيرب افوار ف يشعر بالجوع. الفاعل مين؟ mes enfants، اطفالي، اللي بيساوي الى فاكاس او الى فاكاس، يبقى قدامهم فيرب افوار يبقى او او ان تي. امبارح نو نقط فروع، امبارح كنا بردانين، برضو افوار فوا يشعر بالبرد من ضمن المشاعر والاحاسيس، بس هنا عايز اصرفها في الباسي كومبوزي عشان كلمه اير امبارح. طيب فيرب افوار بقى قدام نو في الباسي كومبوزي يبقى شكله ايه؟ اسم المفعول لفيرب افوار اسمها اي. طب بياخد مساعد افوار ولا قدر؟ بياخد افوار مش من ال14، يبقى افون اي، نوز افون اي، احنا كان عندنا فروع برد. الاجابه هي التانية. فو نقط كومبيان دو بوم دون لو جاتو، انتوا بتحطوا كم من التفاحات في الجاتو. طيب الفاعل هنا فو، ينفع الاولى قدام فو؟ لا، ده كده فيرب ماتر بمعنى يضع قدام جو او تي عشان اخرها اس، لكن الفاعل عندي فو يبقى الاولى ما تنفعش. طب التانية تنفع؟ افي مي، ايوه تنفع، وهي دي الاجابة. هنا صرف فيرب متر في الباسي كومبوزي، اسم المفعول لفيرب متر هو كلمة مي، وده مش من ال14 عشان كده واخد مساعد افوار، يبقى فوز افي مي، انتم وضعتم. نو فو نقط ان لتر ديكسكوز، احنا اعطيناكم، مين الفاعل؟ نو، احنا اللي اعطينا، اعطينا مين؟ اعطيناكم انتو، يبقى مين الفاعل في الجملة، نو ولا فو؟ نو طبعا، فو ده مفعول، ده ضمير شخص يدل على المفعول المخاطب الجمع اللي هنشرحه قدام شوية ان شاء الله. طيب يبقى الفاعل هو اللي مكتوب في بداية الجملة، هو كلمة نو، اي فعل قدام نو في المضارع لازم يكون اخره او ان اس. كل افعال اللغة قدام نو في المضارع اخرها او ان اس، ما عدا فعل واحد بس هو فيرب اتر بقول نو سوم، يبقى الإجابة هي التانية. يير امبارح إلى فاك اس، هم وصلوا الساعة 8 مساء. الكلام طبعا على باسي كومبوزي عشان كلمة يير. طيب والفاعل هو إلى فاك اس، والفعل هو فيرب اريفي بمعنى يوصل من ضمن ال14 اللي لازم ياخدوا مساعد افوار، سوري مساعد اتر، وكمان يتحط لهم تبعية، يبقى لازم الإجابة تكون الإجابة الأولى. Ils sont arrivés، هم وصلوا. طيب التالتة دي يا شباب vont arriver، هنا المساعد فيرب علي و arriver فضل في مصدره، امتى كنت اختارها؟ لو كان بدل لي كلمة اياه دي بكلمة demain، بكرة، بكرة هم راح يوصلوا، يبقى ساعة اختار التالتة. لكن هو قايل لي hier امبارح، يبقى لازم اقول خلاص وصلوا، يبقى sont arrivés زمن passé composé.
طب التانية بقى امتى اختارها؟ لو كان قال لي مثلا اجوردوي النهاردة، الكلمة تدل على المضارع، لأن هنا أريفي في زمن المضارع شالو ار حطو انتي، يبقى طبعا خلاص عرفنا إجابتنا هي الأولى عشان كلمة اير. ماتان الصباح، جو بران أنا باخد، دو كافيه دو تي الشاي. هل ينفع اير امبارح؟ أقول اير ماتان امبارح الصبح أنا بأخذ الشاي؟ لا، لو كان قال لي أنا أخذت كان ينفع اختار اير، لكن هنا فيرب براندر متصرف في المضارع مش في الماضي، يبقى لازم اختار شاك. شاك ماتان كل صباح، دي من ضمن الكلمات التي تدل على المضارع. طيب هتقول لي طب ما هي تو برضو من ضمن الكلمات اللي بتدل على المضارع، ليه ما اخترناهاش؟ لان ما ينفعش اقول تو ماتان. ماتان هنا لو كان فيها اداة تعريف ليه وفيها اس كان ينفع اختار الإجابة التالتة برضو تدل على المضارع، تو لي ماتان معناها كل صباح، لكن هو كاتب لي متاحف بدون أداة تعريف وكمان كتبها مفرد، يبقى لازم أحط قبلها كلمة شاك اللي برضو معناها كل صباح. شاك ماتان أنا باخد شاي. جي في أنا عملت، مي دوفوار واجباتي. طيب هنا فيرب فير متصرف في الباسي كومبوزي، في ده اسم المفعول وبياخد مساعد افوار مش قتر لانه مش من ضمن ال14، يبقى انا عملت واجباتي. الجمله هنا متصرفه في الباسي كومبوزي، يبقى لما اختار لها كلمه تدل على الزمن لازم اختار كلمه اير اللي معناها امس، ما ينفعش اختار مانتونو اللي معناها الان او دلوقتي، وما ينفعش اختار دوما اللي معناها غدا، دي بتاعت مستقبل ودي بتاعت مضارع، يعني عايز ماضي، يبقى الاجابه الاولى. الجمله اللي بعديها سامي va faire du ski، سامي راح يمارس التزحلق على الجليد. واضح طبعا ان الفعل هنا متصرف في الفيتشو براش، ساب الفعل في مصدره يمارس فير وحاطط قبله مساعد فيرب عليه في المضارع، يبقى عايز مستقبل، يبقى الاجابه دوما بمعنى غدا. nous avons mangé احنا اكلنا de la confiture مربى، هنا فيرب مانجي متصرف في الباسي كومبوزي، ادي اسم المفعول وادي المساعد فيرب افوار لان مونجي مش من ال14، يبقى احنا اكلنا، يبقى ده باسي كومبوزي، يبقى عايز كلمه اير بمعنى امس. جو سوي ا باري انا اكون في باريس بقالي 4 جور 4 ايام. طيب جو سوي دي ده فيرب اتر في المضارع، مين في الثلاثه دول من ضمن الكلمات اللي تدل على المضارع؟ ايوه هي كلمه دو بوي معناها بقالي، انا اكون في باريس بقالي، دوبوي معناها بقاله 4 جور، هي باللغه العربيه الفصحى معناها منذ، بس انا بقول بالبلدي بقالي عشان اعرفك ان دي تدل على المضارع، يبقى لما تلاقي الفعل في الجمله متصرف مضارع اختار دوبوي، لكن لما تلاقي الجمله متصرف في زمن الباسي كومبوزي زي الجمله الجايه جو سوي ريفوني انا عدت من باريس 4 جور 4 ايام. طيب هنا بقى je suis revenu كده مصرف فيرب revenir في زمن الباسي كومبوزي، وده من ضمن اللي بياخده مساعد اتر اهو، وادي اسم المفعول، يبقى هنا مصرف في الماضي، يبقى خلاص ما ينفعش اختار بقالي، لازم اختار منذ، يعني كلمه اليا، اليا زائد فتره زمنيه بتدل على زمن الماضي. اخر جمله quand la pièce va commencer، متى المسرحية راح تبدأ؟ راح تبدأ، يعني فيرب كومونسي هنا في السؤال متصرف في زمن الفوتيو بروش، يبقى لازم لما اجي ارد على السؤال اجاوب بكلمة دون اللي معناها في خلال، في خلال ان كار دور ربع ساعة. يبقى دوبوي بتاعت مضارع، دون بتاعت مستقبل، اليا بتاعت ماضي. بكده خلصت مراجعتنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله المراجعة الجاية نكمل فيها الجرامير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.